وحول هذا الملف ينضم معنا المحلل السياسي خالد الزعتر. أرحب بك معنا أستاذي الكريم في هذه النشرة. وإذا ما دلالات هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات من وجهة نظركم؟ مساء الخير. عندما ننظر الى انعقاد المجلس الجلسه الاولى للمجلس الرئاسي اليمني، انا في تقديري انها جاءت لتصيغ خارطه الطريق للمستقبل اليمن، سواء على المستوى على المدى القريب وهو في مواجهه ميليشيات الحوثي الارهابيه، او حتى ايضا على المدى البعيد وهو استعاده الدوله اليمنيه ورفع كفاءه مؤسسات الدوله لكي تساهم الى حد كبير في ان ترفع من معاناه الشعب اليمني وان تضع الدولة اليمنية على طريق التقدم. عندما ننظر إلى الملفات التي طرحت على طاولة الجلسة الأولى للمجلس الرئاسي اليمني، نجد أن يبدو واضح أن الوضع الاقتصادي كان على رأس أولويات هذه الجلسة، وهو ما يؤكد أن المجلس الرئاسي اليمني يرى في الوضع الاقتصادي تحديا في غاية الأهمية وأولوية، يجب العمل على سن سياسات اقتصادية ربما تساهم إلى حد كبير في أن تخفف من معاناة الشعب اليمني، وأيضا سن سياسات اقتصادية وصياغة رؤية واضحة. لا شك أن ذلك سوف يساهم إلى حد كبير في أن يدفع باتجاه توظيف المساعدات المالية التي تقدم لليمن بما يخدم النهوض بالاقتصاد اليمني، وهذا لا شك سوف يكون له تأثير في غاية الأهمية على تثبيت قواعد الدولة اليمنية والشرعية اليمنية، لأنه لا يمكن الاستهانة بتأثير الاقتصاد على العمل العسكري في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بخاصة وأن قوة اقتصاد الدولة لا يقل أهمية عن قوتها العسكرية. ولذلك أنا في تقديري أن ضبط الوضع الاقتصادي سوف يكون له انعكاسة مهمة على العمل العسكري على الأرض. طيب أستاذ خالد، من وجهة نظركم هل تتوقعون أن نرى انعكاسات إيجابية لهذا الاجتماع على الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا؟ لا شك عندما ننظر إلى المجلس الرئاسي اليمني نجد أنه جاء تأسيسه خطوة في غاية الأهمية لتثبيت شرعية الدولة اليمنية، وأيضا عندما ننظر إلى انخراط كافة المكونات اليمنية والقوى الفاعلة في المشهد اليمني تحت قبة المجلس الرئاسي اليمني، لا شك أن ذلك سوف يكون له لا شك أن ذلك خطوة مهمة سوف يكون له تأثير على مخرجات المجلس الرئاسي، سواء على المسار السياسي في حل الأزمة اليمنية سياسيا، أو حتى أيضا على سن قوانين اقتصادية تساهم إلى حد كبير في أن ترفع المعاناة عن الشعب اليمني، وأيضا حتى أيضا عسكريا عندما ننظر إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية هو سوف يكون له تأثير على تقدم الشرعية اليمنية على الأرض، لأنه عندما ننظر إلى ميليشيات الحوثية الإرهابية نجد أنها استفادت كثيرا من حالة الانقسام التي كانت ملازمة للصف اليمني لفترة طويلة، ولذلك نجد أن توحيد الصف اليمني هو سوف يكون له انعكاسة مهمة على توحيد العمل العسكري في مواجهة الميليشيات الحوثية. أستاذ خالد الزعتر المحلل السياسي كنت معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.